أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. يسعدنا جدا أنكم تستقبلونا الليلة في بيوتكم في مشوارنا مع ساعة وغنية. من جهتنا حاملين بكل تطوع المحبة والفرح وعم نقدم لكم إياها. نشكركم لأنكم عم تستقبلونا، وإن شاء الله نقدر نوصل كمية الحب والفرح بنفس الزخم اللي حاملينا فيه. أهلا وسهلا بالست هدى. أهلا مسيكم بالخير. مثل ما سمعتوا رياض، رح نتلاقى كل أسبوع مرة. عرفتونا مغنين وممثلين وكمان بحلقاتنا هودي. يعني أوقات منكون زعلانين ولازم نضحك قدامكم، أوقات بالعكس نكون عم نضحك ولازم نلعب أدوار زعلانين. مرات ختيارية، مرات شباب، عشاء. نحن ندرنا حالنا لأسعد الناس، خزيت حتى العين. تصير العواطف أجمل وأغنى. خزيت العين، خزيت العين. بس يبلشوا الستات بالحكي، كلفنا خاطركم. اتفقنا هدى أنك تكوني مقدمة البرنامج. ولو ما بدي مسي. بس ما تكتري تقبريني إيه. كتير. شو رأيك بقى؟ شو رأيك هلأ؟ نحن جايين اتنيننا بالأخضر. ايه؟ يقولون سنون واحدة لا تعلن الربيع. أنا معك، إنما مهرجان الأخضر اللي مبلشين فيه حلقاتنا إن شاء الله يكون هو كمان مهرجان المحبة اللي رح يوصل لكم إن شاء الله. هدى شو رأيك هلأ نوقف الحكي أنا وياكي وتتفضلي حضرتك تغني لنا غنية؟ أي شو بك تغني؟ رح أقدم غنية اسمها إلك وحدك. نعم إلك وحدك رياض. أنا كتير ممنوني. لا مش عارف فعلا كيف بدي أشكرك والله، يعني الله يقدرنا عم كفاتي. هذه بالحقيقة غنية لكل مشاهد معنا بهالسهرة. إذا هيك أنا أضم صوتي إلى صوت هدى من كل قلبنا إلى كل مشاهد معنا الليلي. إلك وحدك. Good night.
استطرادا لأغنية هدى الحلوة كتير اللي سمعناها سوا إلك وحدك، في شيء لفت لي نظري حاب لكم إياه. أنتم ملاحظين أنه حديث العشاق طويل مثل أغاني أم كلثوم، وحديث المتزوجين قصير وفي طناجر وصحون مثل جون ترافولتا. هيني هاي هدى، أنا بشكرك جدا على الغنية الحلوة اللي قدمتي لنا إياها. يا أهلا. وهلأ شو جاي تقدمي لنا؟ جاي أقدم رجا بدر، أكيد بتعرفوه، بس رح أذكركم أكتر فيه، لعب دور البهلوين بمسرحية بيترا. في عنده غنية حلوة كتير، مش مشتل. أنا صار لي جمعتين عم بتعلم الكلام ما كان يزبط معي. مش مشتل اللي عم بتلوح؟ قلبي من تحته مشلوح. مشلوح من تحته قلبي؟ من تحت يا رياض، مش هيك. يلا بسرعة مرة تانية. مش مشتل اللي عم بتلوح، قلبي من تحته مشلوح، مشلوح قلبي من تحته، من تحته مشلوح قلبي، قلبي من تحته مشلوح، ومش مشتل اللي عم بتلوح. طيب مع رجا بدر إذن، والمشمش اللي عم بتلوح. قلبي من تحت مشلوح، مشلوح قلبي من تحت، من تحت مشلوح قلبي، قلبي من تحت مشلوح. مش مشت اللي عم بتقول، مش مشت اللي عم بتقول، قلبي من تحت مشلوح، مشلوح قلبي من تحت، من تحت مشلوح قلبي، قلبي من تحت مشلوح. مش مشت اللي عم بتلوح، يا مش مشت اللي على عين، عالقلوعي طلت صوبك هاليومين، عند القولي لا جاي تترك شباك مفتوح، بشلح لا وردي وبروح، بروح وبشلح لا وردي، وردي بروح وبشلح لا، بشلح لا وردي وبروح. مش مشت اللي عم قلبي من تحت مشلوح، مشلوح قلبي من تحت، من تحت مشلوح قلبي، قلبي من تحت مشلوح. مش مشت اللي عم من تحت مشلوح قلبي، قلبي من تحت مشلوح، مش مشت اللي عم بتلوح. لما بدنا نمدح إنسان معين منقول له أنت كالأغنية قدرك أن تفرح الناس باستمرار. في غير الأغنية محطة السعادة والهنا بحياتنا؟ ياما في أغاني طبعا تبقى عايشة بذكرياتنا وببالنا. أغنية شاعت حبيناها بعمر معين بزمن معين وصارت تمثل لنا مرحلة فيها عودة إلى الطفولة. قديش كل واحد منا بحب يرجع للطفولة. طبعا عم نحكي نحن بس للرجال، لأنه الستات ما شاء الله ما بيكبروا، ما في لزوم يتذكروا بقى. لذلك في كتير أغنيات راسبة في البال، أغنيات حبيناها مثلت حقبة معينة من تاريخ حياتنا، أرخت لنا عواطفنا، يمكن طبعت صورة معينة بقلبنا. في برنامجنا وعلى امتداد الحلقات كلها سوا رح يكون لنا محطة مع أغنيات شاعت.
راح نرجع نحن وياكم نفتح شبابيك الماضي مع الأصوات الحلوة والأغاني الحلوة، ونتذكر سوا الأيام السعيدة اللي عشناها. واللي حيقدم لنا اليوم أغنية شاعت تريو، تريو الأخوين رحباني. لبسنا وحدة صفرة ووحدة حمراء ووحدة زرقاء حتى نضيعكم. التريو الرحباني أسمائهم عايدة، رنزة وفادية، بس أكيد مش حقلكم على الأسماء، راح أترككم كها مفاجأة وخليكم أنتوا تحاولوا تحذروهم. على كل حال الأيام بيننا والبرامج القادمة إن شاء الله حتعرفوا علينا تفصيليا، إنما في الحلقة الأولى راح أترككم كهم مفاجأة، أصفر وأحمر وأزرق والثلاثي الرحباني وإحدى الأغنيات الجميلة جدا اللي حبيناها واللي عشنا معها لحظات حلوة، أغنية بعدنا للأخوان رحباني. إذن مع الثلاثي الرحباني وبعدنا. وبعد أغنية بعدنا، الأغنية العربية اللي شاعت واللي قدمنا إيها التريو الرحباني بالأصفر والأحمر والأزرق، راح ننتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى أغنية شاعت إنما بلغة أجنبية. في أغنية مشهورة جدا اسمها Three Coins in the Fountain، الفلوس الثلاثي في الينبوع، هيدي اشتهرت حوالي الخمسينات وأخذت شهرة عالمية، ترجمها الأخوان الرحباني للغة العربية. راح نسمعها هلأ، نختار حبي من عنقود التريو. أما شو حبي بتاخد العقل، بتستاهل جائزة نوبل للهندسة.
إنما قبل ما نسمع يا شاطي الأغاني مترجمة للغة العربية راح خبركم خبرية صغيرة عن الينبوع السعادي نفسه. هذا في أسطورة متعارف عليها بإيطاليا إنه أي واحد بيرمي فلس بهالينبوع السعادي الموجود بروما وبيغمض عيونه بمجرد ما يفتحهم بيتحقق له كل شيء تمنى. مرة وقف أنا ومنصور رحباني على الينبوع بيقول لي منصور قبل ما تزيد تقبرني تمنى هيك لو تمنى لك شيء أمني. قلت له طيب. حاولت أتفكر أنا هيك بيقول لي دخلك هلأ إذا وقعت حماتك بالبركة شو بتعتبرها الشغلة؟ قلت له والله بعتبرها قضاء. قال لي طيب وإذا طلعت طيبة شو بتعتبرها؟ قلت له بعتبرها قطرة شو بدي أعتبرها تسلم لي. وهلأ مع شاطي الأغاني والحبة العنقودية الأولى من التريو الرحباني. الأستاذ نصري بتعرفوه مغني لامع وممثل ناجح كمان. نصري هالحلقة وكل حلقة عنده مشكلة. عمه بالغربة عمره 99 سنة يا حرام عطاكن عمره وترك ورثة بالملايين. بدنا نشوف نصري شو بده يعمل. هلأ مش بس نصري المشكلة مش بس نصري محتار وشو بده يعمل. في معه كمان فريال كريم مزبوط. ومعه مرته واخت مرته أيوة. وفي سكرتيرة وفي قصة وفي ملايين. شو رأيك بقى هدى عملي معروف عطيني ايديك تروح نحن والمشاهدين نتفرج على نصري. كهرباء كهرباء افتحوا الباب الأمريكانية. ألو التليفون. ألو افتكرنا الباب يا خيوان. هالأمريكانية بعد ما وصلت انت دليت على البيت مليح الا تكون ضاعت. حلوين افتحوا الباب الأمريكانية. ما شاء الله ما شاء الله اكتبي على حالك
مخصص للنقل الخارجي؟ في اوكازيون بالبلد. وإذا في اوكازيون بلشتي تصرفي لورتي قبل ما نقبض؟ ايه انا بنت عز. اهلا هي خليل، كيف العائله؟ بيسالوا خاطرك، اجاك تلاكس. قلت اشوف. بقول لك المحامي المستر سميكل انه وصل على بروكلين وبلش المعاملات. دخلك شو اسم المحامي بالانجليزي؟ لوير. انت سكتي، ما بدي احفظ منك. اللي خي خليل لوير. لوير لوير. قلت لي سكتي. يحسكتنا خاطركم. تلكسات تلكسات، بين شغل المحامي بين. انا ما بآمن بالمحامين، عالطالع وعالنازل مثل المنشار. How are you؟ وصلت وصلت. اهلا مستر ناصر. يس مدام ايضا. How are you؟ اوه اوه تستحات. شو؟ عندكم شوب، شوب كبير. انبوز انبوز. سوري سوري، ويندوز. ويندوز ويندوز. بسرعة. ووتر ووتر. او ماي جاد. او ثانك يو، او ثانك يو، ثانك يو. اي ام ميس فريال. ناطرينك. انا وصلت امبارح من بروكلين وجايبت لك سلام من المرحوم عمك. 50 سنة ما بعت لي سلام إلا من بعد ما توفى. يا عيني على العم. ولك قديش إلنا مجوزين أنا ونصري؟ بعت لنا 3 مكاتيب بس. أو نو نو نو، الأونكل سلوم كان كتير كتير منيح، وكان عنده 4 سوبر ماركت وخمس مطاعم وشركة تاكسي ومعمل فستق ونطاحة. نطاحة؟ يعني قصدك تقولي ناطحة؟ يس ناطحة، ب60 طابق. البندك سلوم. قديش قلت لك اكتب له لعمك؟ ايه بسيطة، بكره بنكتب له. ايه بكره بتكتب له. تكتب له؟ بس هلا مات. دعان شبابك يا عمي. 99 سنة وكان يرقص دبكي وشارلستون كل يوم من الساعة 3 بعد نص ليل هو الستات. اما نحن جنسنا هيك. انا 50 سنة وما في شعرة شابه. انت بتحط راسك وبتنام من الساعة 9 ولك يا ريتك مثل عمك. طبعا عمي ما كان عنده هم ولا مجوز ولا عنده مرض شارع وتقصر له عمره. ايه سكوت سكوت، دخلك بشو مات؟ مات باكسيدانت كار. شو؟ كان نازل بسبق سيارات بين سان فرانسيسكو واوهايو. يا ديهان شبابك يا عمي. ما كان يذكرنا؟ كتير 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 يا مدام، كان يقول يا ريتني فيني شوف ناصر ابن خيي. وانا كنت دايما اقول له يا مستر سلوم الدنيا فيها حياه او موت، انت لازم تورط ابن خيك. وهو كان يسمع مني؟ يمكن ايه يمكن لا، على كل حال يمكن الورطه تطلع من نصيبكم. يمكن. ايه انا بروح على امريكا. المستر سلوم كان يضله عنده الاناصل والتجار المهمين، وعنده فيلا ب20 اوضه، اوضه بتطل على جسر بروكلين. هيدي بنعملها اوضه سهره. واوضه بتطل على النهر. هيدي بنعملها للضيوف. لا يا حبيبي، انا مش مستعده اعمل بيتي بامريكا مضافه يصطفلوا ينزلوا بالاوتيل. انا مش تحت امرك، بيتنا كل عمره مضافه. طبعا مستر نصري. اطلع لك مستر نصري. انا جاي ساعدكم، انا بدي ساعدكم على الورثه. انا رايي انك تسافر على امريكا. معك حق، بس هلا صار بدنا استاذ يعلمني انجليزي. انجليزي انجليزي مستر نصري، انا بعلمك انجليزي. مستر نصري عجبوني شويربك، شويربك هيك فيهم كرامه عز موسم العز. شويربك مثل الزناتي خليفي. طلوا طلوا الصيادي وسلاحهم يلمع يابا، في عصفورة لو نرماد تطير وتدلع يابا، من وادي لوادي وما قدروا عليها الصيادي من وادي لوادي. من بعد ما شفنا مشكلة مصري اللي راح نتبعها أصلا في الحلقات القادمة،
عندنا محطة مع صوت جميل وأغنية جميلة مع عبدو ياغي وغالي على قلبي غالي. هالأغنية هذه من كلمات جوزيف حرب ولحن الفنان زياد الرحباني. طبعا زياد ما في لزوم نحكي عنه، هو ابن الفنان الكبير عاصي الرحباني والمطربة الكبيرة السيدة فيروز، وابن اخت هدى كمان. أيه. ما هيك هدى؟ صحيح رياض، مش لانه ابن اختي بس زياد فنان موهوب. اتصور انا مثلا عمل لي غنية كان عمره 14 سنة كان اسمها ضلي حبيني. ضلي حبيني يا لوزي. وهلا تسلمي لي لما صار عمرك 13 سنة فيك تغني لنا مقطع منها؟ رياض هلا مع عبدو. معلش بس نرجع نسمع عبدو كمان. زيادة الخير خير. ضلي حبيني يا لوزي وتضحك صورنا فوق المي. قديش حكينا وقديش مشينا بالغابة الخضرا وشو رح نوجينا واسكري يوم اللي ركضنا سوا تحت الشمسية. ضلي حبيني يا لوزي. إذن مع عبدو ياغي وغالي على قلبي غالي. سهرني طول الليالي غالي على
تسهرني طول الليالي، لا بتسأل ولا مرة عني، ولا غيابك عم بيطمني ورايح تركني لحالي. الموشحات هالفن العربي الأصيل والفن الجميل راح يكون إلنا معه محطة كمان جميلة جدا. بتعرفوا الموشحات الأندلسية هي ابتكار عربي شرقي حملوا العرب معهم لما غزوا أوروبا، وهونيك طبعا هالفن تطور وأحبوا الغرب، وما زال في الغناء الغربي تأثير واضح جدا خاصة في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط، في الغناء الإسباني والإيطالي وجنوب فرنسا تأثر واضح بفن الموشحات. الليلي فاصل جميل جدا من الموشحات الأخوان رحباني، معقود اللواء للأميرالاي ملحم أغلو بركات قائد سلاح الإيقاعات الأندلسية في ساعة وغنية. يا حبيبا وفى بعهود الوفا، حبيبا وفى بعهود الوفا، قد بلغنا المطاف أفلا من نوى الوفة الوجد خاف، من بلوغ المحال وفة الوجد خاف، من بلوغ المحال. من البلد تدنو فننساها ونبتعد، أخبارنا في كل أمسية كالصاحب الليل تفتقد، بالها جنت بنا البلد تدنو فننساها ونبتعد،
صاحي بالليل تفتتر حتى الشذا من كل زاهرة في أرضنا قلب لنا ويد حتى الشذا من كل زاهرة في أرضنا قلب لنا ويد إن غاب نجم عن ملاعبنا جاءت إلينا أنجوم جدد إن غاب نجم عن ملاعبنا جاءت إلينا أنجوم جدد يا حباب الأيام والوعد موفور لمن وعد والعمر خيال وقصتنا قصارة يعدو بها ولد أشياء لم تولد كم عالم ينتهي في خاطر المنشد واسم هيفاء
شهد الله ما ذكرتك إلا شهد الله ما ذكرتك إلا على الكلام دموع يا طريقا ضائع الخطو بنا بحما كيف أحياك الحياة حسبنا بنا في حما هيفاء حياك الحياة حسبنا ما قدر العمر لنا لفتة الشوق وحرمان اللقاء يا طريقا ضائع الخطو بنا في حما هيفاء حياك الحياة حسبنا ما قدر العمر من معيد للفؤاد المتعب ذكريات من زمان طيب من معيد للفؤاد المتعب ذكريات من زمان طيب ليلة ارتاح على وجنتها ناظري وارتاح ضوء الشهوب ليلة ارتاح على وجنتها ناظري وارتاح ضوء الشهوب وأمين العود يبكي مهنا وأمين العود يبكي مهنا ضيع الأوطار موجوع الغنى يا هنا كم بدد العمر هنا من هناء بعده قل الهناء طريقا ضائع الخطو بنا بحما هيفاء حياك الحياة حسبنا ما قدر العمر لنا لفتة الشوق وحرمان اللقاء دايما منقول إنه لوحة الحياة هي لوحة الفرح لأنه فيها تجدد منى مرعشلي من الوجوه اللي بلشت تأكد وجودها وحضورها قريب للقلب
وقبل أن أعطي أعزائي المشاهدين إلى نهاية مشوار الفرح معكم الليلي على أمل متابعته في الأسبوع المقبل أو في الحلقة المقبلة، يسعدني جدا أن أقدم لكم زائرنا الأخير ضيفنا ملحم بركات. أهلا وسهلا بالأستاذ ملحم. أهلا فيك. فعلا يعني شكلنا شتلتين بياخدوا العقل، شتلة جاردينيا وشتلة باذنجان مثلا. بالواقع المشاهدين تعودوا على ملحم بركات يشوفوه إنسان متجهم الوجه عابس، بس بالحقيقة ملحم من النوع المرح جدا والضاحك جدا. هلأ طبعا قبل شوي شفناك بالموشحات كنت كتير قابض الشغل جد. اي بس كنت عم ببتسم. بتبتسم؟ لانه هلا من هلا طالع من هلا ورايح بالحلقه مش عاقوم ببتسم ان شاء الله على طول يا سيدي. لا حسب الاغاني، لانه في اغاني كثير حلوه. طب ملحم انت بقالك تقريبا بالضبط كم سنه محترف الغناء؟ صار لي 3 اشهر مزبوط. لا محترف جد، لانه هلا الاحتراف مزبوط بهالبلد الحلقات هاي. حلو. طيب والتلحين يا ملحم من ايمتى ابتديته؟ من زمان صار لي شيء 10 سنين. طيب هالحلقات المشترك معنا فيها ملحم راح تقدم لنا مجموعة كبيرة من ألحان وكلمات الأخ مرحباني. طيب حتقدم شيء أنت من ألحانك؟ إيه في. في كمان. في عدة أغاني. فإذا راح نترك الأسماء للحلقات التالية. مش أفضل؟ إيه أكيد. يخلي لي إياك. لأنه. عم نتفرج ببعضنا كيف حاطين التايب في يونيت. وفعلا يعني شبان حلوين، أجمل شبان في البرنامج، مش دعاية يعني بس إن شاء الله إقرار بالواقع. أول شيء رح نعمل مسابقة. إقرار بالواقع. بيطلع نصري أجمل شيء نصري. طيب ملحم لو سمحت قلي هلأ شو الأغنية الأخيرة اللي حنختتم فيها مشوارنا؟ اسمها حبيتك وبحبك. حلو. طيخلص الغيم أو طيخلص حبيتك وبحبك، طيبطل الغيم يشرد ورا الغيم. حلو. شمس المسافات. طيب كتير. قبل ما نسمع الغنية رح أحكي لك خبرية صغيرة. يلا. طبعا دايما العشاق واللي بتجوزوا والعرسان جداد فدايما بيحبوا يأكدوا أنه هني مستمرين في حب بعضهم إلى الأبد. عريس وعروس متجوزوا جداد، عابت قلوا العروس للعريس، قالت له حتضل تحبني بكرة مثل ما بتحبني هلا؟ قال له طبيعي معلوم ولا؟ قالت له طيب لو صرت ختيارة وبيض شعري هيك وصار لونه أبيض قال له بأكد لك تمام. قالت له ما بصدق. قال له يا ستي ولا؟ صرت مغير شعرك لحد هلا شي 20-30 مرة وبعد بحبك. إذن إن شاء الله ما بتغير يا ملحم حبك. وأنت كمان. وإن شاء الله مع المشاهدين إن شاء الله بتضل بشبابك. الله يخليك. وإلنا لقاءات متعددة إن شاء الله مع ملحم في الحلقات القادمة. وهلا في نهاية مشوارنا حبيتك وبحبك وملحم بركات. شكرا. حبيتك وبحبك، طيبطل الغيم يشرد ورا الغيم وتخلص الطرقات. حبيتك وبحبك، طيبطل الموج يركض ورا الموج بشمس المسافات. قلتلك وبقلك هوانا مكتوب والدمع مكتوب ورق الأسرار. قلتلك وبقلك لو هاجروا الناس من بعضن الناس انت بقلبي نار. قلتي عني عتب عليك قاسي وعتب الأحبة كبير. قلتي عني ناسي والهوى عمره قصير. عتب عليك قاسي وعتب الأحبة كبير. وين ما كنت وضج الحنين وكيف ما رحتي وبعدك نسنين. قولي بعد ناطر عباب المشاوير.
الغيم تخلص الطرقات حبيتك وبحبك طيب بطل الموج يركض ورا الموج بشمس المسافات والآن أعزائي المشاهدين حان وقت إلى اللقاء نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى أحلى المواعيد نتمنى لكم أوقات طيبة ونلتقى بالحلقات الجايه.